إصابة النائب العام بإصابات طفيفة إثر تعرضه لمحاولة اغتيال في مصر الجديدة. إسرائيل تمنع وصول أسطول الحرية 3 إلى قطاع غزة، وتقود السفينة ماريان إلى ميناء أسدود. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية اليوم في القاهرة لبحث الهجمات الإرهابية الأخيرة في الكويت وتونس والصومال. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. أصيب النائب العام المستشار هشام بركات بجروح طفيفة إثر تعرضه لمحاولة اغتيال بمصر الجديدة. وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت داخل إحدى السيارات أثناء مرور موكب النائب العام بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة، وهو ما أسفر أيضا عن احتراق سيارتين، وقد تم نقل النائب العام إلى المستشفى لتلقي العلاج. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور حسام، بعد التحية، طمئنا على حالة النائب العام المستشار هشام بركات. الحقيقة هذا الحادث الإرهابي أدى إلى إصابة 7 مصابين، من بينهم سيادة المستشار هشام بركات النائب العام، وتم نقله إلى المستشفى. الفحص الظاهري لسيادته أنه عنده اشتباه خلع بالكتف بالإضافة إلى جرح قطعي بالأنف، لكن يتم الآن إجراء طفيف الفحوصات للتأكد من عدم وجود أي نوع من أنواع النزيف الداخلي نتيجة لتعرضه للانفجار، وهو ما تحت الفحص الآن. بالنسبة لبقية الستة مصابين، الحمد لله إصاباتهم كلها طفيفة، تتراوح ما بين برضو اشتباه بكسور وشظايا بمختلف أجزاء الجسد، لكن حالتهم الحمد لله مستقر. نعم، الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. ومعنا أيضا عبر الهاتف اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء، بعد التحية، قراءة حضرتك لهذا الحادث الإرهابي الذي تعرض له موكب المستشار هشام بركات صباح اليوم، وتوقيت هذا الحادث الذي يأتي قبل يوم من احتفال المصريين بذكرى 30 يونيو. غدا، أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. طبعا العمل بينم عن القائمين عليه في قمة الخسة وعدم الاعتبار للشهر الكريم ولمشاعر المواطنين، وامتداد للنهج الخسيس للإرهاب بكل صوره، ويمكن التصريحات اللي اتقالت على لسان رجال القضاء ان الجميع لن يؤثر فيه مثل هذا الحادث، وان هو لن يتوقف عن اداء عمله مثل زملائهم في جهاز الشرطة وفي القوات المسلحة ومثل تلك الأعمال متوقعة ومتصورة. ويمكن شاهدنا العالم كله خلال 48 ساعة الأخيرة في فرنسا وفي تونس وفي العديد من مناطق العالم شاهد أحداث كبيرة إرهابية، والأمر ده متوقع ومحتمل، ولن يثني أجهزة الأمن عن العمل ولا القضاء عن العمل ولا السبع أعضاء النيابة ولا القوات المسلحة عن العمل. وإن شاء الله الإرهاب مصيره الاندحار والانتصار إن شاء الله. نعم، سيادة اللواء، ماذا عن استعدادات وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المصريين بالغد بذكرى 30 يونيو؟ يمكن أعلن في وسائل الإعلام مؤخرا أن سيد وزير الداخلية التقى بقيادات الوزارة لقاء موسع وتفصيلي تم خلاله تدارس خطة التأمين ورفع درجة الاستعداد القصوى في أجهزة الأمن كلها، وده أعلن بكل وسائل الإعلام لتأمين احتفالات المواطنين بهذه الذكرى العظيمة اللي كلنا بنعتز بيها. ومهما خطط الإرهاب لأحداث أو خلافه، فإن شاء الله لن يثني الشعب عن الاحتفال بمناسبته
وعن ممارسة حياته العادية إن شاء الله. نعم سيادة اللواء، هناك بعض المعلومات المتواترة عبر وسائل الإعلام بأن هناك تحذيرات أو تهديدات من تنظيم داعش بتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف القضاء المصري إثر تنفيذ حكم الإعدام في 6 مقاتلين من الإرهابيين، كيف تقرأ هذا؟ هل هذه التصريحات ينطبق عليها حادث اليوم؟ والله هو أي تصريحات من مثل هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة والخسيسة يجب أن تؤخذ بمأخذ الجد. السادة القضاة الحاليين والسابقين اللي ظهروا في كل وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية منذ ارتكاب هذا الحادث الخسيس كلهم صرحوا بأن هم موقفهم لن يتغير، وأن هم على قلب رجل واحد، وأن هم هيتصدوا وهيمارسوا عملهم بكل جدية وبكل تفاني وبكل عدل في مواجهة هذه الجماعات. ومثل التصريحات اللي أشرت حضرتك ليها دي لا يمكن أن تفتت من عضد رجال القضاء ولا تؤثر فيهم إن شاء الله. نعم، ولكن سيادة اللواء التداعيات بعد هذا الحادث وأيضا استعدادات الداخلية لمزيد من التأمين لرجال القضاء في المرحلة القادمة، وزارة الداخلية وأجهزة الأمن المختصة بتتخذ كل إجراء تتطلبه الظروف والمعلومات اللي هم الأقدر على تقدير مثل هذه الإجراءات وعلى الإجراءات المطلوبة للتأمين، والوزارة والسيد الوزير وأجهزته لا يتأخروا أبدا عن توفير التأمين اللازم للقضاء بالدرجة الأولى ولأي فرد في المجتمع طبيعة عمله أو طبيعة موقعه تحتم تأمينه وحمايته من مثل هذه الأعمال الخسيسة. نعم سيادة اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية الأسبق، شكرا جزيلا لك. إذن كما تابعنا مشاهدينا الكرام محاولة التفجير التي استهدفت موكب نائب العام المستشار هشام بركات أسفرت كما أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة عن ربما خلع في الكتف وجرح قطعي بالأنف حتى الآن. نواصل تقديم هذه البانوراما، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قطع زيارته الحالية إلى توشكى وأسوان والعودة إلى القاهرة للاطمئنان على النائب العام ومتابعة الموقف بعد حادث استهداف سيارة المستشار هشام بركات. من المنتظر أن يعود المهندس محلب لاستكمال زيارته في وقت لاحق مساء اليوم. كان رئيس الوزراء قد أجرى فور علمه بالحادث اتصالا هاتفيا مع السيد النائب العام للاطمئنان عليه وكذلك مع وزير الداخلية اللواء مجد عبد الغفار في إطار متابعته للتطورات الميدانية عقب الحادث. منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار محمد حسام الدين عبد الرحيم، وذلك في ختام مهمته كرئيس لمحكمة النقد، وذلك تقديرا لجهوده في سلك القضاء ومسيرة عمله الحافلة التي ساهم خلالها في إرساء تقاليد القضاء المصري العريق وإقرار العدالة. أدى المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس كرئيس جديد لمحكمة النقد، وعقب أداء اليمين اجتمع معه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أكد الدور المحوري الذي تطلع به المحكمة في إرساء العدالة. تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة متهمين آخرين من كوادر وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي. يأتي ذلك في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، وأسندت النيابة للمتهمين تهم التخابر وتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية إلى دولة قطر وقناة الجزيرة للإضرار بمركز مصر السياسي والاقتصادي والحربي. كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم بمقر معهد أمناء الشرطة إعادة محاكمة 3 من صحفي قناة الجزيرة وأربعة آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت. وقد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التحريض على البلاد واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها على قناة الجزيرة،
كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة 68 متهما في القضية المعروفة باقتحام قسم شرطة حلوان التي وقعت عقب فض اعتصامي الرابعة العدوية والنهضة. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة من معهد أمناء الشرطة بطرة مراسلتنا نشوى صالح. نشوى تحياتي، وما هي تفاصيل سير جلسة اليوم في هذه القضية، قضية المريض؟ بالفعل الزميل أيمن ولكل مشاهدي النيل، انتهت منذ لحظات قليلة الجلسة الخاصة بقضية إعادة محاكمة المتهمين في قضية خلية المريض. هذه الجلسة اليوم كانت مخصصة لسماع مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية. بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 من صباح اليوم واستمرت لقرابة الساعة. انتهت هذه الجلسة بتأجيل هذه نظر هذه الدعوة وحجز للحكم في جلسة 30 من يوليو القادم، وبذلك تكون قد أسدل الستار في الجلسة القادمة على هذه القضية. من الجدير بالذكر أن هذه القضية كان قد حكم بالفعل عليها في يونيو من العام 2014 على 20 متهما متهمين في هذه القضية المعروفة إعلاميا بخلية المريض. كانت الأحكام تتراوح بين 10 سنوات مؤبد للهاربين غيابيا في هذه القضية، وسبع سنوات بالسجن المشدد، وثلاث سنوات ل المتهم من المتهمين، وذلك بالإضافة إلى سجن مشدد وبراءة اثنين من المتهمين. وتم إعادة هذه المحاكمة بعد قبول طلب الطعن عليها، وذلك في بداية ومطلع هذا العام من العام 2015. يحاكم في هذه القضية أو إعادة المحاكمة في هذه القضية تخص سبع متهمين، ثلاث منهم مخلى سبيلهم، ومنهم المتهم الأول ورئيس محمد فاضل في هذه القضية، الصحفي بقناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، وأربعة متهمين آخرين محبوسين على ذمة هذه القضية، سواء في هذه القضية أو محبوسين على ذمة قضايا أخرى. كما ذكرت بدأت الجلسة بمرافعة اثنين من هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية، هو المتهم صهيب والمتهمة نورة، وقدموا حافظة مستندات وعدد من المذكرات إلى هيئة المحكمة الموقرة. ثم سمح سيادة المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة هنا بمعهد أمناء الشرطة للمتهم محمد فاضل واثنين من المتهمين بالدفاع عن نفسه، وطلبوا قدموا عدد من الدفوع والطلبات، وأهم هذه الطلبات هو أنهم طلبوا بالبراءة. وأنهى هذه الجلسة، وذلك كما ذكرت أنها حجزت للحكم في الجلسة 30 من يوليو القادم. أما القضية الأخرى التي من المنتظر أن تنظرها نفس المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، وهي الخاصة باقتحام قسم حلوان بعد فض اعتصامي النهضة ورابعة، فنحن في انتظار أن تبدأ خلال اللحظات القادمة. وصل المتهمين وعددهم 68 متهما من محبسهم، وهم الآن يتواجدون خلفي في هذا القفص الزجاجي. أهم الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة التي بشرت هذه القضية هي أنهم ينتمون إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، أيضا الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وكذلك التجمهر وعدم الحصول على ترخيص للتظاهر. نعم أيمن إليك. شكرا جزيلا لمراسلتنا نشوى صالح مراسلة النيل من مقر محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، شكرا جزيلا لك. احتجز الجيش الإسرائيلي السفينة ماريان التابعة لأسطول الحرية 3 الذي يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وأجبروها على الإبحار إلى ميناء أسدود. وذكر بيان للجيش جيش الاحتلال أن الحادثة لم يشهد أعمال عنف، موضحا أن جنودا إسرائيليين اعتلوا السفينة وقاموا بتفتيشها. رغم مرور 9 سنوات من الحصار على غزة، تأبى إسرائيل التخفيف من معاناة سكان القطاع في انتهاك اعتدته حكومة الاحتلال للقوانين الإنسانية والدولية. البحرية الإسرائيلية احتجزت السفينة ماريان التي تقود أسطول الحرية 3 الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر، وأجبرتها على الإبحار إلى ميناء أشدود الإسرائيلي. الأسطول المؤلف من 5 سفن كان يقل نشطاء أوروبيين وعرب. السفن الأخرى انصاعت لأوامر البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية وغيرت من اتجاهها
أما السفينة ماريان فقد استمرت في طريقها إلى القطاع، مما أسفر عن محاصرتها من قبل قوات خفر السواحل الإسرائيلية الذين صعدوا إلى السفينة وقاموا بتفتيشها ثم أجبروها على الإبحار نحو الميناء الإسرائيلي. جيش الاحتلال صرح في بيان له بأن الحادث لم يشهد أي أعمال عنف. من جهته أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالجيش، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية تتوافق مع القانون الدولي على حد زعمه. كان أسطول الحرية 3 قد أبحر في 27 من يونيو وعلى متنه شحنة ألواح شمسية للمساعدة في تخفيف وطأة أزمة الكهرباء الخطيرة التي يعاني منها القطاع، بالإضافة إلى معدات طبية وأدوية. وتعد القافلة هي الأحدث ضمن سلسلة من القوافل البحرية التي عبرت البحر المتوسط بهدف الوصول إلى غزة وتم توقيفها من جانب إسرائيل. ومن أبرز تلك المحاولات أسطول الحرية الأول الذي حاول كسر الحصار على القطاع في مايو من عام 2010، إلا أن قوات الكوماندوز الإسرائيلية هجمته وقتلت 10 أتراك على متن سفينة مرمرة التركية وأصابت أكثر من 20 آخرين وسط صمت دولي معتاد. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أنها لن تلاحق إسرائيل بشأن الهجوم الدامي على أسطول الحرية، معتبرة أن التداعيات ليست خطرة بما يكفي للملاحقة. أنهى المعتقل الفلسطيني لدى إسرائيل خضر عدنان إضرابا عن الطعام استمر 56 يوما بعد أن تم الاتفاق على إطلاق سراحه في 12 من الشهر القادم بحسب ما أعلن محاميه. وأكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان إنهاء عدنان لإضرابه الليلة الماضية. كان عدنان قد بدأ إضرابه عن الطعام بعد أن تم تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية، حيث من المفترض أن ينهي اعتقاله الإداري في 5 سبتمبر من هذا العام. يعقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن. يتناول الاجتماع مناقشة تداعيات الهجمات الإرهابية الأخيرة على مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر بالكويت وأحد الفنادق بمنطقة سوسة التونسية، وكذلك الهجوم الذي استهدف الموكب الإغاثي لدولة الإمارات بالصومال. حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم من أن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الذين ينشطون في سوريا والعراق يخططون لهجمات محددة تستهدف بريطانيا، وقال إنهم يشكلون خطرا وجوديا على الغرب. واعتبر رئيس الحكومة البريطانية أن التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد بهدف مواجهة التنظيم بمثابة منهج خاطئ تماما، على الرغم من التهديد الخطير الذي يمثله عناصر التنظيم للغرب. تصريحات كاميرون جاءت بعد تأكد ارتفاع عدد ضحايا البريطانيين جراء الهجوم الإرهابي على فندق بمدينة سوسة التونسية إلى 30 قتيلا. في غضون ذلك أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها تقوم بعملية بحث موسعة عن شركاء المسلح الذي قتل 38 شخصا خلال هجوم على فندق بمدينة سوسة الساحلية. وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن السلطات على يقين بأن سيف الدين الرزقي الذي يبلغ من العمر 24 عاما لم يعمل وحده، وأن لديه شركاء أمدوه بالسلاح وأوصلوه إلى مكان الحادث. تستأنف الخميس المقبل بمدينة الصخيرات المغربية جلسات الحوار الليبي بين مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني العام بطرابلس والنواب المستقلين تحت رعاية الأمم المتحدة. كان مسؤولون من برلماني ليبيا قد جلسوا أمس على نفس طاولة المفاوضات للمرة الأولى فيما اعتبره وسطاء خطوة مهمة على طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية. ما أن تبدت الآمال في انتهاء الأزمة السياسية الليبية بتلك التصريحات التي خرجت من مدينة الصخيرات المغربية عن اتفاق شبه كامل، إلا وخرج أحد طرفي الصراع ليقضي على ذلك الأمل. وفد المؤتمر الوطني الليبي المنتهي ولايته بالفعل خرج ليعلن رفضه للاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة، ليتأجل التوقيع على ذلك الاتفاق إلى أجل غير مسمى. وفد المؤتمر علل موقفه الجديد بتغييرات قال إنها طرأت على صيغة مسودة الاتفاق الذي طرحه المبعوث الدولي برناندينو ليون ووافق عليه الطرفان من حيث المبدأ،
خاصة فيما يتعلق بالأساس الدستوري لحكومة الوحدة. أجواء المحادثات كانت إيجابية بشكل كبير، وما تم إنجازه ضخم بكل المقاييس. أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب الليبي أكد أنه تم التوصل لتوافق بشأن المسودة الرابعة بشأن سبل إنهاء الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الوسيط الأممي سيقوم بإدخال تعديلات عليها قبل التوقيع على مسودة الاتفاق السياسي بالأحرف الأولى. بشكل عام توافق على أغلب القضايا، سوف يلخص هذا الاجتماع في بيان تصدره بعثة الأمم المتحدة اليوم، ثم سوف تصدر أيضا وثيقة مكتوبة تحاول أن تقرب وجهات النظر المختلفة بين الأطراف. مقترح المبعوث الأممي يدعو لتشكيل حكومة للتوافق الوطني تعمل لمدة عام، تضم مجلس وزراء برئيس ونائبين وبصلاحيات تنفيذية، على أن يكون مجلس النواب هو الكيان التشريعي. غير أن الاتفاق ينص أيضا على إنشاء مجلس دولة يضم 120 عضوا بينهم 90 من أعضاء برلمان طرابلس، كما يضم بنودا لوقف إطلاق النار ونزع سلاح المجموعات المسلحة وانسحابها من المنشآت النفطية والمدن. ما نتوقعه هو الاتفاق إعلان التفاهم المشترك، هذا قد يكون سريع وموجود، لكن التوقيع هو دائما هناك آلية جعلتها الأمم المتحدة وضرورة رجوع الأطراف إلى من فوضهم لمن يمثلونهم. آمال الليبيين معلقة على ما ستتمخض عنه تلك المحادثات، فالتوافق قد يعني نهاية المأساة التي يعيشونها، فهل يتحقق الأمل أم يتحطم على حافة واحدة من صخيرات المدينة التي تستضيف المحادثات؟ بانوراما النيل متواصلة مع حضراتكم، وفيها بعد أنباء الاقتصاد: الحوثيون يجددون قصف مصفات النفط في ميناء عدن، ومقتل العشرات منهم خلال معارك مع قوات المقاومة الشعبية في عدة مدن يمنية. إصابة النائب العام إثر تعرضه لمحاولة اغتيال في مصر الجديدة. إسرائيل تمنع وصول أسطول الحرية 3 إلى قطاع غزة، وتقود السفينة مريان إلى ميناء أسدود. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية اليوم في القاهرة لبحث الهجمات الإرهابية الأخيرة في الكويت وتونس والصومال. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال بصحبة الزميلة مجد القاضي. أهلا بك مجد. أهلا بكم، شكرا لكم غدا وأيمن، وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية. وفيها تراجع مؤشرات البورصة المصرية على خلفية المحاولة الفاشلة لاغتيال النائب العام وأزمة ديون اليونان. أهلا بكم مجددا. هبطت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم متأثرة بأنباء استهداف موكب النائب العام المستشار هشام بركات، فضلا عن أزمة ديون اليونان، وسط خسائر لرأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق لأكثر من 4 مليار جنيه من قيمته، مسجلا 458.2 مليار جنيه. كانت إدارة البورصة قد أعلنت أن بعد غد الأربعاء الموافق الأول من يوليو سيكون عطلة رسمية بمناسبة أجازة البنوك.
بحث وزير التموين خالد حنفي مع جوفانا تشيلي ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو سبل التعاون المشترك في كافة حلقات الإنتاج للمنتجات الزراعية. وأكد الوزير أنه سيتم الاستفادة من خبرة المنظمة في إقامة مناطق لوجستية للخضر والفاكهة يتم فيها الفرز والتعبئة والتغليف والبيع بالجملة ونصف الجملة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع إجمالي قيمة صادرات مصر إلى التجمعات الدولية التي تتضمن مصر بنسبة 3.5% خلال عام 2014 ليسجل 190.4 من 10 مليار جنيه. في المقابل ذكر الإحصاء أن إجمالي قيمة واردات مصر من تلك التجمعات الدولية ارتفعت لتصل إلى 223.9 من 10 مليار جنيه في عام 2014. أعلنت اليونان عن سلسلة من الإجراءات لتفادي انهيار النظام المصرفي بعد رفض الدائنين تمديد المساعدة المالية إلى ما بعد 30 يونيو. ومن بين الإجراءات التي أعلنت عنها أثينا الإبقاء على البنوك العاملة مغلقة حتى 6 يوليو المقبل، أي غدة الاستفتاء الذي سينظم الأحد القادم على الاتفاق مع الدائنين. كما حددت سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية ب60 يورو. سلسلة من الإجراءات أعلنت عنها الحكومة اليونانية لحماية النظام البنكي من مخاطر فوضى عامة إزاء احتمال تخلف أثينا عن سداد ديونها والشكوك الناجمة عن تنظيم استفتاء حول المفاوضات مع دائن البلاد. الحكومة ألزمت المؤسسات البنكية بإغلاق أبوابها حتى 6 يوليو المقبل، أي غداة الاستفتاء الذي سينظم الأحد القادم على الاتفاق مع الدائنين، كما حددت سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية ب60 يورو. إن رفض مجموعة اليورو تمديد برنامج المساعدات لليونان أجبر المصرف المركزي اليوناني على تفعيل إجراءات الإقفال المؤقتة للمصارف والحد من السحوبات منها، إلا أن ودائع المواطنين في المصارف اليونانية ستكون مضمونة تماما. إلا أن القرار الحكومي أكد أن المعاملات البنكية عبر الإنترنت داخل البلاد ستتم بشكل عادي، وأيضا التسديد بالبطاقات البنكية في المتاجر، على أن تخضع التحويلات إلى الخارج إلى تدقيق من لجنة التصديق على المبادلات البنكية التابعة لوزارة المالية. القرار الحكومي أوضح أنه لن تكون هناك أي مشاكل بالنسبة للأجور التي تنزل إلكترونيا إلى حسابات بنكية، مشيرا إلى أن دفع معاشات التقاعد غير مشمول بإجراءات سقف المعاملات البنكية. نحن ننتظر مستحقاتنا التي ظللنا طوال حياتنا العملية نسددها، إنهم يخدعوننا ونحن ننتظر هنا مثل المتسولين لسحب أموالنا الخاصة. ولطمأنة آلاف السياح الموجودين داخل البلاد، أعلنت أثينا أن الأشخاص الذين يحملون بطاقات بنكية صادرة عن بلد أجنبي ليسوا مشمولين بإجراءات الحد من السحب من الصرافات الآلية. السلطات عللت هذه الإجراءات بما أسمته الطابع العاجل جدا والضرورة المفاجئة لحماية النظام المالي اليوناني والاقتصاد اليوناني بسبب نقص السيولة الناجم عن قرار منطقة اليورو رفض تمديد اتفاق القرض مع أثينا. من جانبه اعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيسي أنه ما زال هناك هامش للتفاوض بين اليونان ودائنها، معلنا عن اقتراحات جديدة ستقدمها براكسل اليوم. كانت المفوضيات الأوروبية قد وافقت على فرض اليونان قيودا رأسمالية، مشيرة إلى أن أثينا معزورة على ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن عودة اليونان إلى سلوك طريق الإصلاحات ونمو داخل منطقة اليورو هو أمر بالغ الأهمية. وقالت الرئاسة الأمريكية أن الجانبان توافقا على الأهمية الكبرى لأن تتخذ اليونان كل التدابير للعودة إلى طريق يتيح لها إجراء إصلاحات جديدة والعودة إلى نمو داخل منطقة اليورو. من جانبه دعا وزير الخزانة الأمريكي جاك لو كل الأطراف إلى مواصلة العمل لإيجاد حل، خصوصا عبر مناقشة تخفيف محتمل للدين، داعيا أثينا إلى الموافقة على إجراءات وصفها بالصعبة. وبسبب القلق من خروج اليونان من منطقة اليورو تراجعت معظم الأسواق العالمية في أوروبا وهبطت الأسهم مع تضرر قطاع البنوك بعدما أغلقت اليونان مصارفها وفرضت قيودا رأسمالية بسبب مشاكل ديونها.
ونزل المؤشر يورو فارست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 3%، كما تراجعت مؤشرات داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي نحو 4%، بينما نزل مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو بنسبة مماثلة، ليسجل أكبر خسائره اليومية بالنسبة المئوية منذ أواخر 2011. آثار الأزمة اليونانية امتدت إلى أسواق المال الآسيوية لتهوي المؤشرات الرئيسية ببورصات طوكيو وشنغهاي وهونغ كونغ، وسجلت بورصة شنغهاي الصينية تراجعا بنحو 3.34% في بورصة تشينزن. ثاني بورصة في الصين تراجع المؤشر المركب بنسبة 6.6%. تراجعت أيضا بورصة هونغ كونغ بنسبة 2.61%، في حين خسر مؤشر نيكي ببورصة طوكيو ما نسبته 2.9% من قيمته. نهاية وقفتنا الاقتصادية وعودة لقراءة الأخبار السياسية مع الزملاء أيمن وغادة، شكرا لكم. شكرا جزيلا لك مجد. جدد الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح قصف مصفات النفط بميناء عدن في منطقة البريقة، في الوقت الذي تواصل النيران التهام خزانات النفط الخام وأنابيب الضخة من جراء سقوط القذائف قبل يومين. في الوقت نفسه قالت مصادر يمنية إن نحو 30 متمردا حوثيا قتلوا خلال الساعات 24 الماضية في مواجهات مع لجان المقاومة الشعبية في مناطق متفرقة بالبلاد. في تصاعد للمواجهات على جبهات القتال في اليمن، سقط عشرات القتلى في الاشتباكات المحتدمة بين مسلحي جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جانب، وعناصر المقاومة الشعبية من جانب آخر. في مدينة تعز أدى القصف العشوائي للحوثيين على الأحياء السكنية إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، فضلا عن مقتل أكثر من 10 من قوات صالح والحوثيين في مواجهات مع المقاومة في حي المناخ وجبل جرة وحي الزنوح بالمدينة. مدينة عدن هي الأخرى شهدت أيضا قصفا عشوائيا من جانب الحوثيين وقوات صالح، ما أدى لوقوع عدد من القتلى وأكثر من 100 جريح معظمهم من المدنيين. في محافظة البيضاء وسط البلاد والضالع جنوب اليمن قتل عدد من مسلحي الحوثي وعدد من عناصر المقاومة. العاصمة صنعاء لم تكن بعيدة عن الأحداث، حيث أصيب العشرات في عدة انفجارات. وفي رفض لممارسات جماعة الحوثي، أدان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تفجير الحوثيين لمصافي عدن، مؤكدا أن هذا التفجير يعد بمثابة سابقة خطيرة تسجل في إطار جرائم تلك الميليشيات التي قدمت إلى محافظة عدن وغيرها من المحافظات لتقتل الأبرياء وتدمر الممتلكات وتروع المواطنين بطريقة مجردة من القيم الإنسانية التي يتمتع بها الشعب اليمني. التطورات الميدانية صاحبها قصف طائرات دول التحالف العربي لمواقع ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في محافظات ذمار وإب والمحويت. ويرى عدد من المراقبين أن تزايد حدة المواجهات بين المقاومة وجماعة الحوثي يبرهن على أن اليمن يتجه إلى مزيد من العنف وسط مخاوف من تقسيم البلاد وانتشار شرارة المواجهات إلى دول الجوار.